نهاركم سعادة. راح أتكلم اليوم على البورتال اللي راح يفتح يوم 9/9/2020. طبعا إحنا بنعرف إنه رقم 9 هو رقم النهايات والبدايات، يعني انتهى شابتر وفتح شابتر جديد في حياتنا. اللي لازم نعرفه إنه هذا البورتال بدنا نشتغل فيه على إنه فعلا نغير قصة حياتنا. شو يعني نغير قصة حياتنا؟ يعني الأشخاص اللي مرقوا بظروف صعبة، مرقوا خلال السنة بأمور ضايقتهم، مرقوا بأشياء كتير حصلت معاهم، بدهم يعرفوا إنه هذا البورتال فتح عشان يصفي كل شيء صار معنا، اكتسبناه، برمجناه، ويطلع كل البرامج هذه عشان يبدأ بورتال جديد ندخل فيه بسلام. فرقم 9 هو قلنا رقم النهايات ورقم البدايات، يعني مش انه والله انتهت الشغلة ما في، لا، حتنتهي شغلة وتبتدي شغلة جديدة، بس رح تطلع لنا قصص قديمة لسه ما سكرت ابوابها عشان تسكر. راح تبلش تحس انه انت المفروض تتحرر من كل شيء اخذته من عائلتك، اشياء اكتسبتها على مدى السنوات، اشياء كانت متوغلة فيك كبرامج، كمعتقدات، كامور اكتسبتها من الاخرين مش منك. فبدك تبدأ تشتغل على هذه التنظيفات القوية، على التحررات هذه القوية. بدك تعرف انه هذا البورتال فتح، بتحس في ظاهره انه الامور مكركبة شوي، بس هو بالفعل قاعد بيرتب الامور. يعني لما بنتهي شيء بياخد معاه كل اشي عشان يفتح لك باب جديد. فالمهم نحط نيته هاي الفترة انه احنا نبتدي نشتغل علينا من الداخل، نبتدي نغير الداخل، نبتدي نغير المعتقدات اللي اكتسبناها من الأهل طول الفترة العمرية اللي انت فيها. يعني حتبدأ تشوف الأمور بطريقة جديدة، حتبدأ تدخل في البورتال بفكر جديد. فحاول انك انت تشوف الأشياء اللي فعلا بدك إياها تتغير، الأشياء اللي أنت ما بتعجبك في غيرك وموجودة فيك، طالما ركزت عليها في غيرك إذن موجودة فيك. ابدأ ركز على هاي التفاصيل. 9/9/2020 رح أعمل أنا تأمل عشان أساعد فيه إنه ندخل البورتال بسلام، وإن شاء الله هو بورتال خير والأمور تكون فيه أفضل من السابق. الأمور حتتحسن إن شاء الله، الأمور رح تمشي بالمسار والتراك الصحيح، بس مهم إنه إحنا نعمل الأشياء هذه اللي هي إنه نطلع هاي البرامج اللي اكتسبناها خلال سنوات عمرنا. في ناس ممكن تحب حتى تغير اسمها أو تغير قصة حياتها، يعني بالعربي ممكن تغير سيناريو حياتك من خلال هذا البورتال إذا اشتغلت صح. يعني في ناس اكتسبت أمور كتير، ضايقتها أمور كتير بسبب المعتقدات والبرامج والبلوكات اللي اكتسبتها خلال السنوات. فأقعد اشتغل على هاي النقطة، معك وقت، احنا اليوم 1/9، معك وقت تشتغل وتغير وتعيد البرمجة عشان توصل للنقطة اللي انت بدك توصل لها، للهدف اللي انت بدك اياه والنية اللي انت بتبحث عنها. ف9/9 هي نهاية باب كان صعب وبداية باب إن شاء الله يكون خير وبركة عليكم جميعا. ورح أعمل إن شاء الله تأمل، تابعوني يوم 9/9 وما تقطعوني. شكرا للجميع، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. أشوفكم في يوم تاني.